اللي جاي أحلى على تلفزيون النهار. هذا البرنامج رعاية السلام عليكم، اهلا بكم النهارده حلقه جديده من لقمه هنيه. بجد وحشونا من اخر مره كنا مع حضراتكم. يومنا النهارده كالعاده وعارفين يوم الاثنين يوم الدايت، ولكن يوم الدايت هيكون النهارده مع حضراتكم بشكل بسيط جدا. نحاول نبعد اي نوع من انواع الدهون او الالبان او اي حاجه شويه تكون بتخن، ولكن هنعمل النهارده مع حضراتكم ثلاث اطباق ممكن يكونوا مش دايت. ده ازاي هنقوله مع حضراتكم برده في التفاصيل كده نقطه نقطه مع حضراتكم، ولكن نتكلم عن المنيو بشكل بسيط. رقم واحد جايبين صدر تركي هنعمله روستو بشكل الدايت، هنشوف بيتعمل ازاي. رقم اتنين كمان مع حضراتكم شوربه الافوكادو مع النعناع الفريش، هنشوف بيتعمل ازاي. طبعا الافوكادو يعتبر من انواع الفاكهه مش الخضار، ولكن برده هنعرف ازاي فاكهه مش خضار. الطبق التالت والاهم هيكون مع حضراتكم طبق سلطه سيزر سلط مع الجمبري والسلمون، ازاي دي هنعملها برده مع حضراتكم بس بعد الفاصل. الأطفال هم أحلى حاجة في حياتنا، هم اللي بيخلوا للدنيا معنى ولون. مهما كانت المشكلة الحل موجود في مركز دار الطب، فريق طبي متكامل على أعلى مستوى، استشاريين متخصصين في مجال تأخر الإنجاب وأطفال الأنابيب وأمراض الذكورة والعقم. دار الطب حقق نسب نجاح قياسية عالمية لأننا نمتلك معمل أجهزة مجهز بأحدث حضانات ثلاثية الغاب وأحدث الميكروسكوبات وأجهزة حقن البويضات والميديا، معمل ذكورة مزود بجهاز فحص المادة الوراثية DNA. في دار الطب هتلاقي أحسن مستوى رعاية وأفضل خدمة. دار الطب، حلمك هيبقى حقيقة. للحجز والاستعلام اتصل على 19 613. اصل الصنعة طعم الشوي، جريلو هو اللي يقول، لان اللحم الصافي وبس، جريلو هو المضمون. اصل الصنعة طعم الاكل، جريلو هو اللي يقول، لان اللحم الصافي وبس، جريلو هو المضمون. واللانشون حضر يلا اللانشون جه، عايزين منه على طول، لان اللحم الصافي وبس، جريلو هو المضمون. اللحم صافي بجد، جريلو هو المضمون. الفضل كله لسول، غير سولو انا مضمنشي، للقلي كمان والسلطه في الطبخ ما تتصورشي، عمري ما فكر اجيب غيره، دي الصحه ما تتعوضش. الوحيد بزيت الصويا سولو، مش هتستعملي غيره. بيرفكتو جبتوه ولا عمري سبتوه، من يوم ما دقتوه والطعم ميزان، شرايح ذهبيه لاصحابي وليا، تقرمش تطرقع تسمع، نكهاته جنان. بيرفكت بطاطس طبعا طبيعيه 100%، طعمها جبار، تقرمش تطرقع وتسال عملوها ازاي. يلا نلعب البيضه يا جدو. ادي البيضه، وادي اللي سلقها، وادي اللي قشرها، وادي اللي اكلها ماما. ادي البيضه، وادي اللي رعاها بحفظ وخبره وعينه معاها لحد ما كبرت وبقت فرخه كبيره من الوطنيه. ادي الفرخه من الوطنيه، باكل طبيعي متغذيه، الوطنيه فراخ صحيه.
الدواجن الوطنية الأولى في الوطن العربي. في رمضان كل واحد مننا بيحب الكريب طريقته، وأنا بحبها في السمبوسك عشان طعمها بيدوب في البق. وتيت حبيبتي بتحب الكريب في الكوبيبة، وحلو عمته ما فيش زيه عشان معمول بكريب. ودي حكايتي مع كري اللي بتجمعنا في رمضان، ورمضان دايما احلى مع كري. اسال عنها اللي بيحبها. دلوقتي احجام جديده اكبر من لبنه كري علشان تستمتعي بالسحور اللي بتحبيه. الوان غنيه ونعومه دائمه. انستنت انديان حنه، لون مركز ولمعان طبيعي. انستنت انديان من لاكتويل. لاكتويل، I like it. لسه بتدوري على كيس واحد يكفي غسلة واحدة؟ إيريال أبو جنيه ونص، إزالة فائقة للبقع لغسلة واحدة. قوة إيريال في إزالة البقع للغسلة الواحدة بجنيه ونص بس. يلا يلا ناو. علشان نعتني بأسرتنا لازم نعرف كويس إيه المنتجات اللي تلامس بشرتهم. عارفة إن مجموعة مناديل فاين مصنوعة من لبابة الخشب الصافي؟ وعشان كده خالية من المواد المؤذية لبشرة أسرتك، وكمان جاية من غابات معتنى بيها بيئياً، يعني تضمن الحفاظ على الأشجار وتجديدها من غير ما نقضي عليها مع الوقت. فاين تعتني بأسرتك وبالبيئة. براند باور تساعدك على شراء الأفضل. زبادي جهينة الوحيد اللي بيقدم لك أكبر علب زبادي وأكبر مجموعة فيها أحجام مختلفة علشان تختار اللي يناسبك. رحلة نجاح ناس كتير بدأت مع إيريال ومصر الخير من خلال مشاريع توفر لهم دخل مستمر، ولأن إيريال ورا كل نجاح هنكمل المشوار ونحقق أحلامهم. النهاردة حملة طريق النجاح ساعدت 18,000 شخص، شاركوا معانا وبمساعدتكم إيريال ومصر الخير هيوصلوا أكبر عدد لأول طريق النجاح. أنا شاركت. ياريت كلكم تشاركوا معنا. شاركوا إيريال ومصر الخير، اتبرع على حساب 100% في جميع البنوك المصرية. بعد ما دورنا في مصر على ملك الروعان أخيرا لقينا أكثر أربعة دخل عدد. أنزل أجيبه. كفايه لك. اكتر ثلاثة رايقين في مصر، رامي بهجت، محمد علاء، واحمد زكي. ودلوقتي هناخدهم وندربهم ونجهزهم للتحدي الاكبر. الفضل كله سولو، غير سولو انا ما اضمنشي. للقلي كمان والسلطه في الطبخ ما تتصورش. عمري ما فكر اجيب غيره، دي الصحه ما تتعوضش. الوحيد بزيت الصويا سولو، مش هتستعملي غيره. دلوقتي وانت في مكانك تقدر تعمل كل خدماتك الحكومية. لو عايز تستخرج بطاقة رقم قومي من أي مكان في مصر، وبطاقتك هتوصلك لحد مكانك. كمان لو عايز تعرف الأوراق المطلوبة لاستخراج، جواز سفر، شهادة ميلاد أو شهادة وفاة، قسيمة جواز أو طلاق، ولو عايز تتأكد من بيانات العربية المستعملة قبل ما تشتريها وهل هي مسروقة ولا لأ، اتصل من أي محمول على 22-11. مع خدمة سوبر ديجيتال لخدمات الحكومة الإلكترونية. الزمن الجميل ما انتهاش. طب وانا مالي وانا مالي. الزمن الجميل أحسن أنا مالي. اتصل على 17-41 من أي محمول. أول مرة تحب يا قلبي وأول يوم أتهنى. أو من أي خط أرضي على 09,795. عمي.
ومن فات قديمه تاه. الإعلان ده 45 ثانية بس، يعني لازم تسمعني كويس. في مسابقة فيها سؤال كلمنا وجاوب تاخد جايزة سهلة؟ مرة كمان، في مسابقة فيها سؤال كلمنا وجاوب تاخد جايزة. المسابقة هي مسابقة جاوب تكسب، والسؤال: كم مرة فازت مصر ببطولة الأمم الأفريقية؟ 1 6 مرات، 2 5 مرات، 3 7 مرات. والإجابة هي دي عليك. أما جوائزنا هي موبايل، بلاي ستيشن أو كاميرا ديجيتال، ومعانا فايز كل 10 أيام. نسيت أقولك، كلمنا على 2605 من أي محمول، أو على 09827 من أي خط أرضي، وجاوب على السؤال. روى أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه بسند صحيح من حديث أبي هريرة أن الصادق المصدوق قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. هل تتابعون الرويبضات؟ هل تشاهدونهم؟ هل تسمعون كلماتهم؟ الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، يطعن في الدين ويطعن في القرآن ويطعن في الإسلام ويطعن في الأعراض وينتهك الحرمات. إنها السنوات الخداعات. فيا أخي الحبيب، يا والد الغالي، يا ابنة الفاضلة، اعلموا يقينا أننا نعيش زمان الفتن. اللهم احفظ مصر. هذا البرنامج برعاية اهلا بيكم مره تانية مع لقمه هنيه. طيب قبل الفاصل كنا بنتكلم مع بعض النهارده على منيو ملعبك كده شويه وبنقول اي دايت. طب وضح لي يعني ايه اللي جاب التركي او الصدر الرومي، هتعملوا دايت ازاي؟ ده هنشوف مع حضراتكم، وهنقول برضو على البديل. يعني انا النهارده ايه الفرق ما بين ده دايت او ما بين ده ان هو مش دايت. رقم واحد مثلا هنتكلم الاول عن منيو وبعد كده نتكلم على كل خطوات. جايبين صدر محركم تركي صغير، هنشوف بيتعمل ازاي، نديه تتبيله كويسه جدا، ناخد تشوك ونعمله بالظبط كانه بالظبط نفس الموضوع يكون مش دايت، هنعمله دايت مع حضراتكم. الطبق الثاني بشكل بسيط جدا هنعمل سيزر سلط اللي هو بالخس طبعا، جايبين مايونيز دايت بنسبه قليله جدا، وجايبين جبريتين مسلوقين، وكمان معانا حبه او حتتين سموك سلمون، هنشوف برده بيتعمل ازاي مع الصوص بتاعه بشكل يكون لايت او دايت. طيب الطبق الثالث هيكون شوربه الافوكادو، شوربه مفيده جدا وصحيه، وهنشوف بتتعمل ازاي مع حضراتكم. الاسبوع اللي فات كنت هعملها بس بصراحه ما لقيتش في السوبر ماركت افوكادو فعملت البديل ليها، ولكن النهارده الحمد لله لقيته. هنشوف برده بتتعمل ازاي. انا مقشره مع حضراتكم كده بالشكل دوت، ولكن حاطط له ليمونيه عشان خاطر ما يسودش طبعا، لاني طبعا هشتغل بيه على طول. لو سبناه اكتر من 15 دقائق بيسود، الموضوع شويه يعني مختلف. هنتكلم مع بعض بقى على الروستو. الروستو هي تسويه مش نوع. اما النوع هو الصدر التركي، او ممكن اعمل نفس الطريقه دي بالديك الرومي او بالخروف او بالجدي، اي نوع من انواع الهول او الكارفن او الحاجه الكبيره اللي عايز اعملها بشكل بسيط. دي طريقه حلوه قوي. ناس كتير جدا بتعمل الكارفن او مثلا الديك الرومي بتعمله في الفرن، بس بتعاني من مشكله صغيره جدا. ايه المشكله؟ ممكن ياخد لون حلو جدا من الفرن ولكن ما يستويش، وممكن يستوي بس ملوش لون، وممكن يستوي وليه لون بس ملوش طعم. طب انا هجمع الحاجات دي كلها ازاي؟ بابسط مما يكون. جايب النهارده مثلا عندي صدر رومي، هو بيتباع بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. هو دي يعني بيتباع كده مقفول وهو ما فيهوش اي حاجه جوه. لو انا عايز احشيه بقول له لا، فك لي الخيط ده ونحشيه من جوه مثلا، او عشان احشيه لما اروح البيت عندي. بعمله ازاي لو عايز احشيه؟ طبعا اول حاجه عندي بديله بهاراته،
الملح والفلفل، وبعد كده ده من الداخل ومن الخارج. بعد كده ببدا احشيه، لو كنت احشيه خضروات او لحمه مفرومه او سبانخ او مشروم او بسله او حتى اي حاجه انا عايز اعملها، ده في البدايه. بعد كده بكتفه تاني واسيبه كده، ده لو هعمله مش دايت. طبعا ببقى واخد الاول سوتيه الخضروات او اللحمه او اي حاجه واخدها معاها زبده او معاها زيت، فطبعا الموضوع بيبقى قالب شويه مش دايت. النهارده هعمله بالشكل دوت زي ما حضراتكم شايفين، مش هحشيه، هتبله تتبيله حلوه جدا، وهنشوف مع بعض خطوه خطوه التتبيله عامله ازاي. رقم واحد فلفل اسمر او ابيض حسب المتوفر، وازود شويه كده بحط لو حضراتكم شايفين برش من الجناب اللي ما فيهاش حاجه، ده رقم واحد. وعندي كمان حبه ملح كده اهوت. طبعا هتقولي بتحط ملح كتير ليه؟ هقول لحضراتكم لاني طبعا انا كده كده هديله ميه تاني وهديله كمان صلصه، فلازم ياخد تزويه، والنسبه اللي حاطط الحبه دول هم قليلين جدا مش كتار، لان الطبيعي احط معلقه كبيره من معلقه الشاي عشان خاطر النسبه والتناسب مع كميه الخضروات والمرقه اللي هحطها او الميه مع كمان صدر الديك الرومي، فلازم ياخد وقت كتير جدا في التسويه. طيب انا عملت كده، هعمل ايه تاني؟ والله انا عايز اديله لون، فانا مجهز عندي كالعاده حله كبيره تكون سخنه نار، وهي دي ناخد برضو مع بعض كده خطوه خطوه طريقه تسويه او طريقه تتبيله الديك الرومي. يعني انا النهارده جاي اتكلم على نقطتين، نقطه ان انا هعملها مثلا كاكل دايت وما احرمكش من اكل انت خايف منه وحاسس ان هو يكون تقيل وحاسس ان يكون فيه دهون. لا، حته لحمه حمراء زي ما حضراتكم شايفين اهي ما فيهاش اي حاجه خالص، بيضه كمان مش حمراء، بس اهم شيء اسويها تسويه مظبوطه مش تاخد مني وقت كتير. هنشوف مع حضراتكم الموضوع عامل ازاي. طب هديها لون ازاي؟ والله بشكل بسيط جدا، طبعا انا بستخدم طماطم او لازم اديها صلصه طماطم. انا جايب عندي كده بشكل بسيط جدا معلقه من طماطم صلصه كنور، وابدا ادهن بيها الوش. ده اول لون بقدر اخده بالشكل ده اهو، معلقه صغيره اهي بالشكل دوت، وابدا اعمل كده اهو. بعملها كده عشان خاطر بس تساعدني لما ابدا اخد تشوك وتبقى معايا سخنه في الحله تبقى اللون معايا اللي انا عايزه. ببدأ الفها كده زي ما حضراتكم شايفين مع الملح بتاعها تاني والفلفل والليمون كلهم كده بالشكل دوت اهو كده. انا تمام كده، انا هاخد اللون بتاعي ان شاء الله، هنشوف بتعمل ازاي. طيب هعمل ايه؟ المفروض لو انا مش هعمل زي بحط عندي زبده، بحط عندي كمان زيت عشان خاطر احمر قوي الوش اللي انا عايز احمره. انا احط عندي مش كتير، احط عندي معلقتين من زيت سولو بس مع سخونيه الحله، وهو ده المطلوب. طيب بعد ما اخد اللون هتعمل ايه بقى؟ والله مجهز عندي بوكي جرني. عباره عن ايه بوكي جرني؟ عباره عندي زي ما حضراتكم شايفين جزرايه، فصين ثلاثه توم، بصلايه، طماطمايه، عود كرات، عود كرفس، ده اساس الموضوع عندي للطعم ان انا محتاجه. اما موضوع البوكي جرني الثاني اللي هو الناشف بيبقى عندي حبهان، فلفل حصى، وعندي ورق غار لو حبيت احط قرفه حسب الرغبه، حبيت برده احط قرنفل برده حسب الرغبه، ده الجزء الثاني. بعد كده ببدا ازود له لو هدي له بهارات عندي او هدي له اي نوع من انواع الاعشاب زي ما عندي مثلا الروزماري الفريش، عندي الزعتر الفريش، ده كله بيعلي معايا التيست. هاجي امسك كده زي ما حضراتكم شايفين اهو، مسكتها من هنا كده من النص على الزيت ده على طول كده اهو بالشكل ده، واسيبها شويه، امسك عليها ايديا كده اهوت شويه، ما تخافوش مش هتلسعكوا لان احنا مش حاطين ميه، لو في ميه هتبدا تطرطش لا قدر الله تبدا تلسعنا، لكن بالشكل دوت انا مش هتلسع ان شاء الله، لان انا كده كده حاطط ايدي زي ما حضراتكم شايفين اهو على الحته اللي ما فيهاش زيت لمده دقيقه بالظبط او اقل من دقيقه، اللون عندي هيبدا يحمر. لو انا شاكك وخايف طبعا ان الزيت ده كتير مش هستخدمه، هوري حضراتكم هعمل فيه دلوقتي. انا عايز اللون بس مش اكتر من كده، وهشيل الدهن او الزيوت اللي ممكن تقدر تضايقني عشان انا بعمل دايت، ولو ما بعملش دايت تبقى مفيش مشكله عندي للون اهو. بص حضراتكم خدت لون سريع اهو بالشكل دوت، نفس الموضوع لون تاني من الظهر، وبعد كده هبدا ارفعها واشيل عندي الزيوت دي كلها، وبعد كده هبدا احط عندي الخضروات بتاعتي اللي هي البوكي جرني. هنشوف مع بعض هيبقى عامل ازاي كده اهو. قال اللون الناحيه الثانيه زي الفل اهو، هبدا ارفع تاني زي ما حضراتكم شايفين بالشكل دوت، وابدا اجيب عندي اشيل عندي الزيت ده اللي انا مش عايزه او خايف منه او حاسس ان هو ممكن ياثر على موضوع الدايت شويه كده اهو، مش عايزه خالص، خدت منه اللي انا عايزه، وبعد كده ارجع تاني نفس الحله هي وابدا احط عندي تاني التركي، واحط عندي البوكي جرنيه بتاعي زي ما هو كده اهو. الطماطمايه مقطعها على اربعه، والبصل نفس الموضوع، تقطيعه تكون كبيره مش مشكله عندي، مش محتاج اي نوع من انواع التقطيع، لان كده كده برده محتاج الروست بتاعي يكون كامل، ومحتاج التتبيله بتاعتي تكون واخده فيه. بعد ما اخلص ده في مرقه، المرقه دي ممكن اعمل منها حبه رز بالخلطه، ممكن امشيها عندي صوص لو انا عايز امشي صوص دمجلاس، اخد منها تصفيه ومع معلقتين من صوص دمجلاس واعملهم كريمه لباني، يعني يطلع منه كذا حاجه. زي ما هو كده ابدا احط عندي برده الاعشاب الناشفه، احط عندي مثلا واحد قرفه، ورق غار،
كده هو. عندي كمان حبهين بالشكل دوت، وزود شويه كمان قرفة وحبهين، طعم كويس قوي. هسيبهم كده يتلسعوا شويه، احنا اتفقنا احنا شلنا الزيت. طيب بعد ما يتلسعوا ايه اللي هيحصل؟ انا عايز الخضروات تطعم بطعم التركي بتاعي. طيب هجهز ايه تاني عندي؟ والله عندي كمان معلقتين من صلصة الطماطم، واخفهم عندي بميه، هحتاج منهم اللون والطعم طبعا، واكيد يعملوا مرقه كويسه مع تسويه الديك الرومي. هجيب عندي بشكل بسيط جدا كده اهي، نقول نص كوبايه ميه كبيره، وابدا كمان اديها عندي بشكل بسيط معلقتين من صلصه كده اهوت، اهو معلقه واحده، مش عايز اكتر من كده عشان برضو ما خيلكمش معايا كده اهو بالشكل دوت. مش هحط ملح بقى ولا خلاص، انا حطيت اللي انا عايزه، وعايز امشي الامور شويه تكون ملح خفيف كده اهوت. عايز احط عندي برضو نص مكعب مرقه، ما عنديش مانع، ده موجود ده موجود. هبدا اعمل كده بالشكل ده اهو كده اهوت كده. انا اعتبر خلصت المهمه بتاعتي جوه البهارات وجوه الخضروات وجوه كل حاجه، انا تمام التمام. ادي بس عندي كده حبه فلفل اسمر عشان ازود طبعا الطعم بتاعي. شكرا على كده. ده هياخد له قد ايه وقت؟ والله مش هياخد وقت كتير، وما دام بنتكلم في صدر تركي او صدر رومي ما بياخدش منه وقت كتير، لان هو طبعا بيبقى الياف ضعيفه جدا ولحمه ابيض، مش محتاج مني اكتر من نص ساعه. هتشوفوا حضراتكم بقى عامل ازاي، وبرده كده كده هنشوفه برده بعد ما يستوي ونشيل منه الدباره ونقطعه، هنشوف الموضوع ماشي ازاي. انا استفدت بايه دلوقتي؟ استفدت ان قدرت اعمل طريقه روستو سهله قدامي على الحله، وخدت منها اللون وخدت منها كل حاجه. طبعا بعد ما افك ده كله واجي اقطعه وعايز احط عليه صوص هيبقى جميل، ده لو انا مش عامل دايت. لو انا كده زي الفل ما عنديش ملح خالص، مع حبه مكرونه تكون بطريقه بسيطه جدا، حبه رز مسلوق، انا كده تمام التمام. طيب انا شغال هنا زي ما حضراتكم شايفين عايش حياتي. الناحيه الثانيه برده عندي حله هتبدا تسخن معايا دلوقتي عشان اعمل فيها الشوربه بتاعتي. قلت من شويه ان الشوربه دي او الافوكادو ده يعتبر من الفواكه، هو فعلا فاكهه مش خضار، بيتاكل عامه يعني في كل الاحوال، هو مفيد جدا وصحي، ولكن برده خلينا نتكلم بشكل بسيط. الافوكادو هو دي سنس شويه في طعمه، لازم اتكلم بصراحه على سعره، هو سعره شويه بيبقى مختلف عن انواع الفاكهه او الخضار، ولكن الثمره منه واحده تمشي معايا في اكل كتير جدا، ممكن اعملها في سلطه، ممكن اعملها في شوربه، ممكن اعملها في عصير، انا شخصيا بحبه عصير، يعني ممكن يطلع منه حاجات كتير جدا، تحط عليه لبن في العصير، تحط عليه جرجير، تحط عليه عسل، ده بيتباع حتى كمان في سوبر ماركت، في سوبر ماركت ايه؟ في محلات العصاير كتير جدا، لكن هو اصلا بيتباع في السوبر ماركت وكمان بيتباع في الاسواق. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ والله بشكل بسيط جدا احط عندي للشوربه بتاعتي معلقتين من الزيت كده اهوت، وهعملها ني في ني، يعني مش هحرق لها بصلايه ولا هسود الكرفس والكرات، بصلايه حلوه كده اهوت، وابدا الاول اخليها تتقلب على الهادي مع كمان حبه كرفس كالعاده، وعندي كمان حبه كرات كالعاده برضو، ويتقلبوا كويس جدا مع بعض لحد ما يبقوا دافيين شويه. وبعد كده هبدا احط عندي كمان الافوكادو، وعندي ورق النعناع. ورق النعناع وظيفته عندي اللون بتاعه طبعا، بحطه في اخر مرحله او بحط ورق النعناع في اخر مرحله عشان ما يسودش مني، ومحتاج منه الطعم والفايده طبعا اكيد، والريحه بتاعته واللون واهم شيء، لان انا ممكن استفيد بالطعم والريحه ولكن اللون بتاعه يكون اغمق من تسويه النار او مع الغليان من المرقه، هيسود هيبقى شكله وحش واكيد هيقلب العكس. شيماء الو، طيب انا شكلي طولت عليكي فانت قطعتي، معلش كلميني تاني يا شيماء. طيب هرجع تاني للشوربه، سيبها عندي تبقى على الهادي، يعني انا زي ما قلت لحضراتكم من شويه انا مش عايز اخلي تبقى الحله سخنه نار وبعد كده ابدا انزل عليها وتخطخ تشتي وبتاع، ولا نفسي عملت دهون كتير وزودت تسويه الخضروات. وانا بحب دايما الشوربه بتاعتي لما اكون في دايت او السلطه تكون حاجه قدامي فريش، ما بحبش حتى اقلب فيها كتير عشان ما تتعجنش او تبقى الموضوع مفعص شويه، وهو ده مش مطلوب، لان الدايت طبعا كانوا عارفين كالعاده دي اساسيات. لو انا خففت الملح وخففت السكر وخففت كل مواد الدهون والالبان بشكل يكون ملائم بجسمي، ان انا مثلا بتمرن بفقد شويه من الوزن او بحرق شويه من الدهون، هو ده المطلوب. ايمان الهام، عفوا الهام، انا مساء الخير يا الهام، ازيك؟ الله، اخبارك ايه؟ الحمد لله. اموريني يا الهام. تعمل المكرونه البشاميل. حاضر يا الهام، حاجه ثانيه؟ لا بس ممكن لو سمعت تعرضها على الشاشة بطريقة يعني عادية عشان أعرف أكتبها. أنا مش سامعك خالص على فكرة. أنا ممكن يعني ممكن تعرضها على الشاشة بطريقة بسيطة. حاضر حاضر حاضر، عينيا حاضر. حاجة تانية؟
سلامتك. شكرا شكرا جدا ليك. حاضر ماشي الكلام متفقين. هل تنزل حضراتكم شايفين كده اهو بدا يتبخر شويه معايا مع حبه زيت صغيرين جدا زي ما حضراتكم شايفين. مفيش اي صعوبه خالص. الناحيه الثانيه اهو بدا الموضوع عندي يبدا يتسبك شويه بقى الصلصه بتاعه اللي حطيناها مع حضراتكم وكمان طماطم هيبدا بقى يجيبوا منهم بعضيهم كده مع طعم التركي وهنشوف مع حضراتكم الموضوع هيبقى عامل ازاي بس في وقته. هنا ببدا اقلب زي ما حضراتكم شايفين كده اهوت بالشكل دوت. عندي كمان يعتبر مثلا كوبايتين او ثلاث كوبايات من مرقه كنور فاين فود بس خضروات مش هحط لها ولا فراخ ولا لحمه عشان انا هعمل السلطه الشوربه بتاعتي افوكادو فعايز الموضوع يكون بس معايا حتى لما اجي اضربها في الهاند بلندر مش هخليها بوريه عشان ما تربطش مني انا هخليها كده يعتبر نص جرش زي ما بيقولوا عشان يبقى ليها طعم معايا. طب السلطه بتاعتك النهارده بقى فيها ايه؟ السلطه بتاعتي ما فيهاش اي صعوبه خالص. جايب عندي حته سلمون مقطعه مكعبات ثلاث اربع جمبريات مسلوقين سلقه نظيفه وطبعا طالعين في ميه ساقعه عشان خاطر يحفظوا اللون بتاعهم وكمان تسويتهم. وابدا اجيب عندي حبه خس الوان لو عندي خس كابوتش طبعا كويس عندي خس ثاني برده ملون يبقى جميل الجميل وبعد كده اعمل لهم الصوص بتاعهم. صوص السيزر طبعا كلنا عارفين هو بالمايونيز وبقى تقيل ومش دعوه خالص بموضوع الدايت. انا هعمله النهارده جايب مايونيز دايت بيتباع في السوبر ماركت برده هاخد منه على قد ما اقدر. هعمله ببصلايه ناعمه واحط له جوه طبعا الانشوجه بتاعته ولو عندي خيار مخلل طبعا موجود واديله عندي بدل ما اديله جبنه انا هسيبه زي ما هو كده مع ليمونه هيبقى ليه طعم كويس قوي. ممكن كمان معلقه شبت هيبقى الموضوع عندي بشكل بسيط. وعندي الخس مع كمان العيش الكريتون او العيش التوست المحمص برضه هيبقى ليه طعم كويس جدا. والجمبري في النص هو السلمون بعد كده باكل الطبق بتاعي كمان احط له طماطم شيري هيبقى الموضوع عندي كويس قوي. طب هتقدم التركي ده ازاي؟ تشكيلة حلوة جدا من الخضروات. عندي جزر صغير جدا وعندي كمان خضروات مشكلة وعندي بشكل بسيط جدا برضو حبة طماطم شري مع كمان حبة أعشاب فص توم بسيط جدا تاخدوا سوتيه بشكل بسيط وحطوا كمان مع الطبق. وكمان مستقول لكم معايا كمان عدس كبة بيبقى ليه طعم كويس جدا مع الخضروات ومفيد جدا. يعني هو العدس والكبة ممكن يكون مختلف ولكن خلينا نتكلم بصراحة. يعني الأوروبيين بدأوا يتجهوا الفترة الأخيرة مش بس للحوم بدأوا يتجهوا شويه لموضوع البقوليات لان البقوليات فيها بروتين عالي جدا زي الفول والعدس و و و ده كله ليه طعم كويس جدا وبدا يتصنع بشكل يكون حلو. يعني مثلا تروح محل تاكل من عنده حته ستيك تلاقي تحتيها مثلا حبه عدس بجبه معاهم مثلا بصلايه مفرومه بس حبه مثلا عدس معاهم سبانخ بدا الموضوع يكون ليه طعم كويس قوي. هرجع تاني للشوربه اخش خلاص كده بالافوكادو ويبدا يتقلب تقلبتين ثلاثه مش هديله اكتر من كده يعني ما ياخدش معايا دقيقتين في التقليب. وبعد كده ابدا اديله عندي المرقه بتاعته. ام احمد الو انا مساء الخير يا ام احمد ازي حضرتك؟ السلام عليكم. اهلا بيكي. ازيك يا شيف؟ اهلا بيكي يا ماما. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله رب العالمين. تحت امرك. انت اجدع شخصيه. ربنا يخليك يا ام احمد. ويعني اقول ايه بس عليك؟ ليه بس كده قولي لي؟ والله العظيم ثلاثه انت اجدع شخصيه في الدنيا كلها. ده من ذوقك والله يا ام احمد. ربنا يبارك لك يا رب. ربنا يخليك يا ام احمد. ربنا يبارك لك في صحتك وعافيتك. ربنا يخليك يا ست الكل ده من ذوقك والله. ربنا يخليك يا حبيبي. كتير علينا. كلنا انا واولادي كلنا بنسمع. ده شرف ليا والله يا ماما. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك. اموريني امر. عارفه عايز اعمل من فضلك يعني اعرف منك الكريب. الكريب؟ اه. الحادق ولا المسكر؟ اللي هو باللحمه ده. الكريب اللي باللحمه. اه لو سمحت. يبقى الحادق. حاضر ماشي. وايه كمان؟ ربنا يخليك. ربنا يخليك. حاجه تانية؟ بس احنا قاعدين بنسمع اللي انت بتعمله. سلام كبير قوي كل اللي جنبك. ربنا يخليك. شكرا رب. جدا ليكم. ربنا ما يحرمنيش منكم يا رب. شكرا جدا ليكم. كتير علينا والله يا ام احمد الكلام الحلو دوت ولكن يا رب يعجب حضرتك. وحاضر هقول لك على مقادير الكريب الحادق وهقول لك كمان وانت بتسويه تاخدي بالك شويه من نقطه عشان خاطر هو ممكن يلزق منك. ولو لقيتيه مخرز صفيه الاول من المصفى عشان ما يبقاش مخرز معاكي ويبقى الموضوع قلق شويه. هقول لك حاضر على مقاديره ومقاديره ما فيهاش صعوبه خالص. هقول لك حاضر. طيب انا حاطه عندي دلوقتي ده حضراتكم المرقه وسبتها عندي كده تاخد وتدي معاها مش عايز اكتر من كده. يعني خمس دقائق كمان تضرب بالخلاط وبعد كده هبدا اديها عندي نعناع على الوش ومتشكرين. ممكن ازود لها لو عايز حبه بسله خضراء لا مانع. عايز ازود لها اي خضار تاني يكون ملائم بيها حبه بروكلي برده لا مانع. ده كله بيديني طعم كويس. واهم شيء قبل الطعم والشكل اكون مستفيد بالحاجه اللي باكلها لان موضوع الدايت هو شويه حساس ان انا ببقى جسمي محتاج بروتين معين نشويات معينه سكريات معينه فطبعا ما ينفعش العب بيها. ده هنشوف مع حضراتكم ولكن هنسيب التركي ياخد وقته والشوربه كمان تاخد وقتها. فصل صغير قوي ثم نواصل. Yeah.
ألوان غنية ونعومة دائمة. إنستنت إنديان حنة، لون مركز ولمعان طبيعي. إنستنت إنديان حنة من لاكتشوال. لاكتشوال، I like it. أصل الصنع وطعم الأكل جريلو هو اللي يقول. جريلو، لحم برجر صافي، سجق شرقي، ولانشن وكفتة بتتبيلة بارد. جريلو هو المضمون. الفضل كله لسولو، غير سولو أنا مضمونشي. للقلي كمان والسلطة في الطبخ ما تتصورش. عمري ما فكر أجيب غيره، دي الصحة ما تتعورش. الوحيد بزيت الصويا سولو، مش هتستعملي غيره. اسم كبير يطمن وطعم مالوش مثيل، بفرحة وحب مالت بيوتنا وثقة من جيل لجيل. أصالة عربية، جودة عالمية، دواجن الوطنية هتوصل كل مكان. دواجن الوطنية في مزارع مصرية بالحب تملى. دواجن الوطنية الأولى في الوطن العربي. في رمضان كل واحد مننا بيحب الكريب طريقته، وانا بحبها في السمبوسك عشان طعمها بيدوب في البق. وتيتا حبيبتي بتحب الكريب في الكوبيبة، وحلو عمته ما فيش زيه عشان معمول بكريب. ودي حكايتي مع كريب اللي بتجمعنا في رمضان، ورمضان دايما احلى مع كريب. اسال عنها اللي بيحبها. دلوقتي احكام جديده اكبر من لجنه كريب علشان تستمتعي بالسحور اللي بتحبيه. انا اسمي ريم، ومشكلتي ابتدت لما اتجوزت وفضلت 3 سنين من غير اطفال. مش قادره اوصف قد ايه كنت حاسه بوحده ومرار، لحد ما ربنا كرمني بعمر احلى حاجه في حياتي. مركز دار طب العلاج تاخر الانجاب واطفال الانابيب وامراض الذكوره والعقم. دار الطب، حلمك هيبقى حقيقه. للحجز والاستعلام اتصل على 19 613. برفتو جبتو ولا عمري سبتو، من يوم ما دقتوه والطعم ميزان. شرايح ذهبية لاصحابي وليا، تقرمش تطرقع تسمع نكهاته جنان. برفتو بطاطس طبعا طبيعية 100%، طعمها جبار. تقرمش تطرقع وتسأل عملوها ازاي. يلا ناو، علشان نعتني بأسرتنا لازم نعرف كويس إيه المنتجات اللي تلامس بشرتهم. عارفة إن مجموعة مناديل فاين مصنوعة من لبابة الخشب الصافي، وعشان كده خالية من المواد المؤذية لبشرة أسرتك، وكمان جاية من غابات معتنى بيها بيئيا، يعني تضمن الحفاظ على الأشجار وتجديدها من غير ما نقضي عليها مع الوقت. فاين تعتني بأسرتك وبالبيئة. براند باور تساعدك على شراء الأفضل. الأطفال بتنام أحسن مع بامبرز. بامبرز الجديد فيه 4 طبقات فريدة وجل سحري، بيمتصوا البلل ويحبسوه جوه أحسن من حفاضتين عاديين، وتخلي طفلك جاف طول الليل عشان يبقى نهاره هايل. حفاضة بامبرز يعني ليلة جافة، مفيش جفاف أفضل من بامبرز. دلوقتي بامبرز الصغير بجنيه، وسط بجنيه وربع، كبير والجونيور بجنيه ونص. طول عمري بحلم أشوف عمر ناجح، ولما تقابل في الجامعة كان همي يتأكد أنه يظهر بأحسن صورة، بس المسحوق اللي بستعمله ريحته بتروح على طول. لحد ما اكتشفت إيريال بلمسة داوني اللي بيديني نظافة أحسن وكمان انتعاش أطول من أي مسحوق تاني لغاية 10 أيام، ولما بشوفه ناجح بحس أن الدنيا مش سيعاني. لأفضل نظافة إيريال وبس، دلوقتي بريحة الليمون والنعناع المنعشة. الإحساس بالحرية أجمل شعور.
بس ضروري يكون معاه الحماية الكاملة. فوطة سندريلا الجديدة الأعرض من الوسط بتوفر لك أكبر قدرة امتصاص مع حواجز مزدوجة للحماية من التسرب. سندريلا المضغوطة وبنعومة القطن دلوقتي متطبقة ومتغلفة بشكل مثالي لحياتك العملية. سندريلا، حماية أكتر، راحة أكتر. ألوان غنية ونعومة دائمة. إنستنت إنديان حنة، لون مركز ولمعان طبيعي. إنستنت إنديان حنة من لاكتشوال. لاكتشوال، I like it. الفضل كل سول غير سولو، أنا ما أضمنشي للقلي كمان، والسلطة في الطبخ ما تتصورشي، عمري ما فكر أجيب غيره، دي الصحة ما تتعوضش. الوحيد بزيت الصويا سولو، مش هتستعملي غيره. أحلامنا جزء من حياتنا وليها معاني وإشارات وتفسير، ولو تفسرت صح هتفيدنا كتير. ومعانا اتصال. أنا بشوف نفس الحلم بيتكرر كذا مرة، تفتكري ده تفسيره إيه؟ تكرار الحلم أكتر من مرة معناه إن الإنسان مش فاهم الرسالة اللي جاياله، تفضل تتكرر عليه لحد ما يفهمها وتترجم تختفي، إذا ظهرت تاني تظهر على فترات متباعدة. وإنتوا كمان تقدروا تفسروا حلمكم مع أصغر مفسرة أحلام في مصر والوطن العربي، شيماء صلاح الدين. اتصل من أي محمول على 1741 أو من أي خط أرضي على 09795. دنيا الأحلام عالم بعيد، مع شيماء صلاح الدين هتقدر تقربه وتفهمه أكيد. متضايق من أصحابك علشان كل شوية يفتحوا موبايلك؟ عندك مشكلة علشان مش بتعرف تحتفظ بأي حاجة شخصية على موبايلك؟ دلوقتي والأول مرة برنامج البصمة السرية لحماية الموبايل. بمجرد إنك تحمل البرنامج سجل بصمتك علشان لو قفلت تليفونك محدش هيعرف يفتحه غيرك. كل اللي عليك إنك تدوس في المربع ده والبرنامج هيفتح تليفونك لو بصمتك متسجلة عليه، لأن موبايلك مش هيشتغل إلا ببصمة صباعك. اتصل من أي محمول على 1741 أو من أي خط أرضي على 09795 ونزل على موبايلك برنامج البصمة السرية. مصر تتحدث عن نفسها، برنامج سياسي جديد على شاشة تلفزيون النهار، يرصد بالصورة والتحقيق والمقابلة أجواء ما قبل 30 يونيو، يقدم كشف حساب المرحلة الانتقالية وسنة من عمر الرئاسة، مع دعاء جاد الحق، أيمن إبراهيم، سارة حازم. مصر تتحدث عن نفسها، فقط على شاشة تلفزيون النهار. اعلم يقينا أخاطبك مخاطبة الأخ المحب لأخيه، اعلم يقينا أنك الآن تعيش زمان الفتن الذي أخبر عنه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، قال فيه كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: بادروا بالأعمال فتنا، أي سابقوا الفتن بالعمل الصالح قبل أن تنزل الفتن بكم. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. صلى الله على الصادق. هذا هو زماننا، زمان الفتن. اللهم احفظ مصر. هذا البرنامج برعاية مرة تانية مع الأم هنية. طيب زي ما حضراتكم شايفين كده، أسهل شوربة في الدنيا، ما خدتش مني وقت كتير،
بتتحكم شكلها يعني هي بتتكلم، يعني ممكن احسبها كده من بعيد انا ما اعرفهاش، افتكرها مثلا شوربه بسلة شوربه بروكلي، ولكن هي شوربه افوكادو اهو. ده القوام، ما حطيتش ولا زبده ولا دقيق ولا اي حاجه خالص. وزي ما قلت لحضراتكم انا جارشها، يعني ممكن اضربها اكتر من كده او ممكن تتصف اكتر من كده، ولكن هو كده المظبوط والصح. طيب عندي كمان هنا زي ما حضراتكم شايفين ورق النعناع، طبعا نضيف ومغسول غسله 100% ما فيهاش هزار. ابدا احط كده بالشكل دوت اهو، واغرف على طول عشان خاطر ما تسودش مني، واطفي على طول النار عليه. يعني الشوربه ما فيهاش صعوبه خالص، واي حد في الدنيا ممكن يقدر يعملها، هو ده المطلوب. ابدا على طول اطلعها كده، ده بحضراتكم. وزي ما حضراتكم قلت لكم قبل كده، ما ينفعش ان انا اخلي عندي النعناع في البدايه يكون معاها عشان ما يسودش مني. اه كده هو على طول، وابدا اصب شوربه الافوكادو كده اهو، بس كمان حبه دول بس كده، ما فيهاش اي صعوبه. زي ما حضراتكم شايفين شوربه سهله جدا، نفس القوام بتاع اي شوربه خالص، بس انا مش مديها طبعا زي ما احنا قلنا ولا زبده ولا دقيق ولا اي حاجه خالص اهو كده اهوت. تطلع على طول، نديها كمان ورقه نعناع كمان على الوش عشان تبان ان هي شوربه النعناع كده اهو. تطلع على طول بالشكل ده، ده اول طبق لحضراتكم، اسهل منه ما فيش كده اهو. هخش مع حضراتكم تاني، بص بصه بقى على اخبار الروستو ايه اهو. زي ما حضراتكم شايفين كده اهوت، بدا يتسبك، والصلصه والخضروات والكرفس وكل حاجه. ممكن كمان وانا في الزحمه كده اروح مديله عندي كده في النص كده نص عود روزماري فريش مع عود زعتر كمان فريش اهم في النص كده اهوت. اكيد اكيد مليون بالميه هيدي طعم وريحه كويسه جدا لاي حاجه بتتسلق او اي حاجه طبعا بتطبخ بالشكل ده. طبعا زي ما احنا قلنا، احنا ممكن بعد ما اخلص التسويه هبدا اجيب كل البوكيه جرنيه ده كله واضربه ضربه كويسه جدا في الخلاط واصفيه، واخد منه كمان شوربه، اخد منه مرقه للرز، ويطلع معايا كويس جدا. طيب هخش مع بعض كمان على دلوقتي حالا مع حضراتكم بشكل بسيط على السلطه. السلطه قلنا عليها ما فيهاش صعوبه خالص، بس اهم شيء اعمل لها الصوص بتاعها يكون بشكل بسيط. جايب عندي نص كوبايه من المايونيز يكون دايت. برضو عايز اتكلم معاكم بصراحه عشان انا ما بحبش اقول كلام وانا مش مقتنع بيه شويه. هي دايت، بس بقول مره في السنه، مره في المرات، مش على طول امشي بمايونيز دايت، لان هو المايونيز مايونيز يعني مضروب وفي زيت وفي وفي وفي، فاكيد معمول دايت، مش اكيد مش معمول باللبن او بالميه. فخلينا نتكلم بصراحه، برضو هو دايت ومكتوب عليه دايت وبيتباع على استوى دايت، ولكن خلينا نتكلم بصراحه، انا بعمله دلوقتي وبقتنع ان هو دايت، ولكن حاسس ان هو ممكن يكونش دايت، يعني بنسبه حتى 50% يقول نص نص. برضو لازم اقول يا فاطمه. الو الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا فاطمه، اخبارك ايه؟ الحمد لله، ازيك؟ كله تمام، اهلا بيكي. شكرا جدا على البرنامج والحاجات الحلوه اللي بتعملها لنا. ده من ذوقك والله يا فاطمه، ربنا يخليكي. ممكن اسال بس ثلاث اسئله بعد اذن حضرتك؟ اموري امر، اتفضلي. انا عايزه طريقه عمل الكبسه. الكاتشب اوكي، والكبسه. الكبسه عفوا، ماشي. والكريب حلو حادث. حاضر. وانا عروسه وبتجهز، فممكن حضرتك تعرفني ازاي انقي الحلل مبدئيا؟ اليد يعني حاجات المطبخ، ماشي. وايه كمان؟ والكبده انا بعملها بالرده وكده، بس في الزيت بحطها بتطلع يعني من غير الرده. من غير الرده، تمام، ماشي. تمام. هسألك سؤال صغير بس بعد اذنك. نعم. انت بتتبلي كده ازاي؟ بتتبلي كده ازاي؟ ده مش انت بقى؟ ملح وفلفل وليمون بس كده؟ بس. وبتحطيها في الرده قد ايه؟ لا هي على طول، وبعد كده احطها في الزيت. ماشي، هقول لك ايه الغلط وممكن نعمل ايه عشان يبقى صح. ماشي. ايه طيب كمان؟ بعد اذن حضرتك، معلش انا اسفه، تحت امرك. اسال سؤال كمان، اللي هي الميكروويف افضل ولا الفرن؟ في ايه بالظبط؟ يعني اشتريه؟ لا ده يعني هتستخدميه في ايه بالظبط؟ ما الميكروويف ليه شغل والفرن ليه شغل. يعني الفرن ممكن اسوي فيه، تمام، ولكن الميكروويف بس اسخن فيه، ودي حاجه. الحاجه الثانيه، الميكروويف الفرن ممكن اسوي فيه واخد لون فيه، وممكن برضو اسخن فيه. طيب تمام، فهمت قصدي ايه؟ يعني انا بتكلم في استخدام اكتر حاجه، لانك انت مبدئيا مبروك عليكي طبعا، ان شاء الله يتم بخير. خلينا نتكلم بصراحه، انت هتجهزي دلوقتي بتجيبي اجهزه، مش شرط تجيبي كل الاجهزه مره واحده، صح؟ بتجيبي حاجه حاجه، وممكن بعد كده شايفه الاستخدام كتير فبتجيبي حاجه ثانيه. فانت ابداي دلوقتي بالفرن، يكون ليه استخدامات عندك كتير اكتر من الميكرويف. بعدين لقيت الفرن مش مكفي كل استخداماتك، هات الميكرويف، بس الابدع عندك في البيت الفرن. تمام، شكرا جدا ليك، لاني طبعا
الميكرويف زي ما احنا اتفقنا، بس ممكن اسخن فيه لقمه عيش، ممكن ادخل مش عارف ايه، اسخن طبق سيراميك، يعني مش كل الاستخدامات بقدر اخش على الميكرويف. اما الفرن عادي جدا ممكن الصينيه تخش فيه. لو انا عامل طبق باستا وعليه جبنه عايز اخليه ياخد لون، بحط على الرف ياخد لون من فوق من على الوش. عايز اسخن برضو عيش بيبقى طعمه كويس قوي في الفرن، يعني ليه كذا استخدام، خليكي احسن في الفرن. طيب معلش يا شباب مين، تتكلم تاني ماشي فادي تتكلم تاني. اوكي اخش دلوقتي بحضراتكم كمان على طول على الصوص بشكل بسيط جدا زي ما احنا اتفقنا. جايبين نص علبه مايونيز بالشكل دوت اهي دايت، فضيها الاول كده اهو. هبدا اعملها ايه، هبدا الاول رقم واحد عندي هفصلها كده على طول بمعلقتين من الليمون كده اهوت، وعندي كمان زيت الزيتون كده اهو، وعندي كمان فلفل ابيض بالشكل دوت، وعندي كمان خيار مخلل في النص، وعندي كمان كابري من غير المحلول طبعا. جميل والله. بقى ممكن هنا دلع الامور شويه، لو انا عايز افتكس حاجه ممكن اديها عندي من هنا معلقه ريحان من عندي، معلقه صغيره اهي. جميل. عندي كمان بصلايه ناعمه في النص كده اهوت. جميل. ده كله سهل معايا. عايز احط الانشوكه طبعا في النص كلها على بعضيها مش مشكله، وعايز احط عندي فص توم صغير اهو يديني برده طعم كويس مع البصل. مش هحط اكتر من كده، انا هخليها كده يعني على السريع اضربها ضربه كويسه، اكون محضر عندي الطبق بتاعي التاني اهو. تمام الصوص عندي زي ما حضراتكم شايفين، مبقاش فيه اي صعوبه خالص. ساعات الحاجات بتمسك في بعضيها بس انا ما بيهمنيش. جميل. طيب هجيب عندي بوله فاضيه وابدا بعد كده اتبل حاجتي كلها. ايه اللي جايبه عندي بقى؟ جايب عندي خس الوان، خس اخضر جميل كده اهوت، وخس كمان احمر كده اهوت. ده كله كويس جدا. وعندي كمان خس كابوتشا كده اهوت. هحط عندي ايه في وسط الخس ده كله؟ عندي نص كميه الكرتون في النص كده اهوت، وعندي كمان نص كميه الجمبري في النص برده، ونص كميه السلمون برده في النص اهو بالشكل ده. جميل. وهدي كمان عندي بصلايه مفرومه صغيره جدا تديني طعم كويس. عايز اعلي بقى الدنيا شويه معايا واخلي الموضوع مختلف شويه، نص طماطمايه في النص برده، او طماطمايه شيري متقطعه على النصين، واحط عندي بسيط جدا من كميه الصوص، والباقي كله هخليه عندي كالعاده سيبريت عشان لو عايز احط كميه كتيره او قليله حسب المتوفر. الصوص زي ما حضراتكم شايفين اهو ما فيهوش اي حاجه خالص، او والله ممكن ما احطش اصلا عندي كميه كلها، احطها كلها بره اهو بالشكل دوت كده اهو. سلطه فريش وجميل. اجيب عندي طبق فاضي وابدا احط عندي فيه السلطه، والصوص معايا طبعا موجود على جنب اهو، طبعا جواه الجمبري والسلمون اهو. والصوص زي ما احنا اتفقنا احط عندي بالشكل ده اهو كده اهو، عشان اخد على قدي، او عايز اقلب برده براحتي، عايز اخد كميه كتيره برده ده كله معايا اهو كده اهو. واجيب عندي كمان حبه كرتون تانيين ناقصين، عيش محمص صغير، وكمان عندي خيار تاني برده موجود كده اهوت. وابدا على طول حبه الكابري برده اللي ناقصين هصفيهم بس كده اهوت كده على الوش، وابدا اجرنش الطبق واطلع بيه على طول ما فيهوش اي صعوبه. خاصيه كده صغيره بالشكل ده كده اهو كده. واجيب عندي كمان ورق بصل في النص كده اهوت، واطلع على طول على المائده مفيش اي صعوبه خالص. طبق سيزر سلط معمول دايت بشكل بسيط، وكمان معمول كده يعني بطريقه لايف، ما رضيتش اميكس
كتير بالصوص. عايز اخلي الموضوع يكون قدام حضراتكم، عايز اكلها كده فريش لوحدها مفيش مشكله، عايز احط الصوص بتاعي وابدا اقلبه برده لا مانع، ده كله في ايدينا مفيش اي صعوبه خالص، طبق سهل جدا. هبص مع بعض كده كمان على التركي. التركي زي ما حضراتكم شايفين، عايز اعرف هو بيستوي ازاي عامه، يعني عايز اعرف التركي ده لما بيستوي حتى لو كان الديك الرومي بسويه ازاي. والله انا بحط الوقت اللي قدامي وانا ورزق زي ما بيقولوا، ولكن خلينا نتكلم بصراحه، اكيد لي وقت معين واكيد في شكل معين في التسويه. طب هعرفها ازاي؟ والله كان زمان بيعلمونا يقول لك لما تحط السكينه وتطلع ميه بيضة تعرف ان دخلت في مرحله تسويه، طلعت ميه حمراء يبقى لسه ما استواش، ما طلعتش ميه خالص يبقى انت دخلت في مرحله التسويه ان اللحمه خلاص مش كده. هنشوف مع حضراتكم دلوقتي حالا ونعرف برده الموضوع ماشي ازاي. اهو جايب عندي شوك كده اهوت، وابدا اغز كده غزه حلوه وابدا اطلع كده اهوت، اهي ده كده مستوي معايا. هنشوف مع حضراتكم هيتعمل ازاي، ولكن لازم نشيل منه طبعا الدباره. هطلع فاصل صغير قوي ثم نواصل. هذا البرنامج رعاية الوحيد بزيت الصويا سولو، مش هتستعملي غيره. بيرفكتو جبتوه ولا عمري سبتوه، من يوم ما دقتوه والطعم ميزان، شرايح ذهبيه لاصحابي وليا، تقرمش تطرقع تسمع نكهاته جنان. بيرفكتو بطاطس طبعا طبيعيه 100% طعمها جبار، تقرمش تطرقع وتسال عملوها ازاي. يلا نلعب البيضة يا جدو. ادي البيضة وادي اللي سلقها وادي اللي قشرها وادي اللي اكلها ماما. ادي البيضة وادي اللي رعاها بحب وخبرة وعينه معاها لحد ما كبرت وبقت فرخة، فرخة كبيرة من الوطنية. ادي الفرخة من الوطنية بأكل طبيعي متغذية، الوطنية فراخ صحية. واجن الوطنية الأولى في الوطن العربي. ألوان غنية ونعومة دائمة. انستنت انديان حنة، لون مركز ولمعان طبيعي. انستنت انديان حنة من لاكتشوال. لاكتشوال I like it. في رمضان كل واحد مننا بيحب الكري بطريقته، وانا بحبها في السمبوسك عشان طعمها بيدوب في البق، وتيت حبيبتي بتحب الكري في الكوبيب، وحلو عمته ما فيش زيه عشان معمول بكري. ودي حكايتي مع كري اللي بتجمعنا في رمضان، ورمضان دايما احلى مع كري. اسال عنها اللي بيحبها. دلوقتي احجام جديده اكبر من لبنه كري علشان تستمتعي بالسحور اللي بتحبيه. اصل الصنعه طعم الشوي جريلو هو اللي يقول، لان اللحم الصافي وبس جريلو هو المضمون. اصل الصنعه طعم الاكل جريلو هو اللي يقول، لان اللحم الصافي وبس جريلو هو المضمون. واللانشون حضر يلا اللانشون جه عايزين منه على طول، لان اللحم الصافي وبس جريلو هو المضمون. لحم صافي بجد جريلو هو المضمون. انتوا عارفين؟ عارفين تربطي وتخبي نبقى عارفين. اصلي حاسه انكم عارفين مشكلتك، حليها مع اولويز مامتي الزرقاء بتحبسو، حركيها واقلبيها مفيش بقع ولا هنعرف ثقتك، وريها مهما تحركتي ثقتك هتبان. اولويز خلي ايامك احلى. أنا مسافر يومين ولما أرجع عايز كل حاجة تبقى تمام زي كده بالظبط.
فاهمين؟ مزمز ميريندا وفكها شوية. بشرة طفلك متطلبة وحساسة جدا، عشان كده لازم تضمن لها أفضل حماية. حفاضات بامبرز عناية مميزة الجديدة، الحفاضة الأكثر جفافا من بامبرز، وكمان ناعمة زي القطن، عشان يبقى طفلك مرتاح ومحمي. بامبرز عناية مميزة بحماية 5 نجوم للبشرة، الحفاضة الأكثر جفافاً والأنعم من بامبرز دلوقتي أحسن بكتير. زبادي جهينة الوحيد اللي بيقدم لك أكبر علب زبادي وأكبر مجموعة فيها أحجام مختلفة علشان تختار اللي يناسبك. على ملك الروعان اخيرا لقينا اكثر اربعه دخل عدد. انزل اجيبه. كفايه لك اكثر ثلاثه رايقين في مصر، رامي بهجت، محمد علاء، واحمد زكي، ودلوقتي هناخدهم وندربهم ونجهزهم للتحدي الاكبر. الفضل كل سولو غير سولو، انا ما اضمنش للقلي كمان، والسلطة في الطبخ ما تتصورش، عمري ما فكر اجيب غيره، دي الصحة ما تتعورش. الوحيد بزيت الصويا سولو، مش هتستعملي غيره. الإعلان ده 45 ثانية بس، يعني لازم تسمعني كويس. في مسابقة فيها سؤال كلمنا وجاوب تاخد جايزة سهلة. مرة كمان، في مسابقة فيها سؤال كلمنا وجاوب تاخد جايزة. المسابقة هي مسابقة جاوب تكسب، والسؤال كم مرة فازت مصر ببطولة الأمم الأفريقية؟ 1-6 مرات، 2-5 مرات، 3-7 مرات، والإجابة هي دي عليك. أما جوائزنا هي موبايل، بلاي ستيشن أو كاميرا ديجيتال، ومعانا فايز كل 10 أيام. نسيت أقولك كلمنا على 2605 من أي محمول، أو على 09827 من أي خط أرضي، وجاوب على السؤال. هذا البرنامج رعاية بيكم مره ثانيه مع لومهاني. طيب احنا خلاص صفينا صدر التركي زي ما حضراتكم شايفين، وقطعت منه على قد ما قدرت، هعمل له بس يكون خلطه كده حلوه، لان انا مش هحط له صوص، فلازم طبعا اظبط الامور كده بشكل بسيط. بحضر عندي تشكيله حلوه جدا من خضروات، هاخدها سوتيه على السريع، مش هاخد منها وقت خالص، هديها بس كده فص توم صغير جدا مع معلقه زيت زيتون، وابدا انزل على طول بالجزر، وعندي كمان بصلايه، وعندي برده حبه خضار مشكلين، وعندي كمان حبة عدس زي ما احنا قلنا، وعندي كمان ورق سبانخ مش هياخدوا مني أقل من دقيقة، وعندي كمان طماطم شيري، وعندي برضو كمان مشروم متقطع مكعبات، وابدأ أقلب بالشكل دوت اهو، مش هياخدوا مني وقت كتير، مش هديهم ولا ملح ولا حاجة، بس هديهم ذرة بسيطة جدا من الفلفل الأبيض على وشك دوت. تشكيلة حلوة جدا من الخضروات، وده أهم شيء يعني لازم اكون تمام فيه. خدتهم سوتيه ما كملوش معايا اقل من دقيقه، ياخدوش برده كمان ثانيه واحده، وبعد كده اغرف على طول بدون وقت كتير على النار. ده لازم اكون برده بحضر حاجتي، وعارف ان الحاجات السوتيه بالذات او الحاجات الدايت لازم يكون وقتها خفيف، لان هي روحها بسيطه جدا على موضوع النار بالذات. اهو بالشكل دوت ده المطلوب، حبه خضار سوتيه كده تشكيله حلوه، وابدا بعد كده راح طالع على طول بالتركي اهو كده اهو على الوش ده، وعارفكم شايفين مستوي تمام التمام، وهو ده المطلوب اهو كده اهوت، واطلع على طول بيه
مع كده حتة روزماري في النص كده اهو. طبعا لو هو مش دايت راح مديله عندي صوص دبجلاس وزبده والموضوع هيقلب معايا شويه. طيب يلا مع بعض كمان نجاوب على اسئلتنا على السريع عشان خاطر حبايبنا ما يزعلوش مننا. اول حاجه عندي البيتزا. البيتزا سهله جدا ما فيهاش صعوبه. بجيب عندي كوبايه دقيق، نص كوبايه ميه، ثلاث معالق من زيت الزيتون، معلقه واحده من الخميره الباودر، وكمان ذره ملح وذره سكر وذره توم باودر وذره بصل باودر في العجان لمده 20 دقيقه. بعد كده بطلعها تريح لمده 20 دقيقه كمان، بقطعها على اربع قطع، بتبقى عندي العجينه مفروده، احط عليها الصوص وبالهنا والشفا. مكرونه بشاميل، نص كيس مكرونه مسلوق قلم معمول طبعا من 7 دقائق لحد 9 دقائق عشان خاطر ما يبقاش معجن معايا. بعد كده ببدا اجيب عندي 150 جرام او 200 جرام لحم مفروم متعصق برده ببصلايه مع فص ثوم مع معلقه صلصه طماطم مش اكتر من كده. واجيب عندي كمان صوص البشاميل. عندي حاجتين، صوص البشاميل بتاع كنور فاين فودز على 4 كوبايات لبن مع العبوه واضربهم بالمضرب كويس جدا، او اجيب عندي 5 معالق من الزبده و5 معالق من الدقيق وعندي كوبايه كبيره من اللبن ونص مكعب مرقه، وابدا اضربهم كويس قوي مع ملح وفلفل ابيض، وابدا الاول احط حبه صوص طماطم، وفي الاخر عندي بحط يعني بعمل صوص بشاميل، وبعد كده بحط عندي المكرونه، بعد كده اللحمه المفرومه، بعد كده في اخر مرحله عندي بحط البشاميل مع حبه جبنه مبشوره على الوش. طيب ده كده كانت اسئلتنا، ولكن في ثلاث اسئله ما ردتش عليهم ومش هقدر ارد عليهم عشان وقتنا خلاص خلص. بكره ان شاء الله ارد عليهم قبل ما نبدا في اي حاجه. كان معانا النهارده ثلاث اطباق اسهل من بعض. السلام عليكم. هذا البرنامج برعايه